السلام عليكم ومساء الفل. انا ساره محمود من ماما فيد. النهارده هعمل سلطه خطيره بحبها جدا بالجرجير والتفاح والبنجر والبصل. قبل ما ابدا عايزه اقول لكم على حاجه، انا بقيت بحط فاكهه في السلطه والموضوع ده بيفرق جدا، بس التريك ان احنا نقطع الفاكهه حتت صغيره. بصوا السكاكين دي اللي هي بتاعت الفاكهه دي بتسهل قوي الموضوع للناس يعني مش بروفيشنال في التقطيع، او طبعا ممكن تستخدموا دي. بالنسبه للدريسنج بتاع السلطه علشان تبقوا جاهزين، النهارده هنستعمل خل بلسميك، زيت زيتون، ملح وعسل، معلقه عسل صغيره. ممكن طبعا نستبدل الخل البلسميك بالليمون، بس ايه تعالوا نشوف هنعمل ايه. اول حاجه هنبدا ان احنا نسلق البنجر لان هو بياخد وقت ان هو يتسلق، فانا غسلته وعايزه اقشره الاول وبعدين هقطعه. طبعا المكونات السلطه يا جماعه بالمتوفر عندكم، يعني لو الرمان في السيزن حطوا، تفاح حطوا، فراوله برضو تحفه. يعني انا شخصيا بحب اضيف حاجات مختلفه، العنب رائع. هقطع البنجر قبل ما اسلقه علشان يستوي بسرعه. كده صغير زي المقاس اللي انا عايزاه للسلطه، انا بحب يكون صغير علشان القطمه يبقى فيها كذا طعم. يعني اسلق البنجر حله ميه مغليه. هشوف التفاحه بقى هنقطعها ازاي. زي ما بقول لكم السكينه دي حلاوته ان هو يتقطع حتت صغيره، فاحنا لو مش اللي هو بقى شاطرين قوي في التقطيع، السكاكين دي بتساعد جدا اللي هي المشرشره دي. اوكي نصها. اوكي في دبي يعني مفيش قوي بصل صغير، فانا بحب احط البصل ازاي للسلطه. طبعا ده برضو اختياري لان انا بحب اعملها كده شرايح كده. اوكي هلف النص التاني من البصل وهستخدمه في حاجه تانية. اول حاجه بنحط البصل، احط فوق البصل التتبيله وبعدين بقلب بس ساعة الاكل. حطيت دلوقتي ملح، هحط نص معلقة عسل ابيض وخل بلسميك، كومبينيشن ده بقى جميل جدا، وزيت زيتون، وقلب البصلة كده. البصل هنحط ايه؟ التفاح. التفاح بنحطه تحت علشان لونه ما يتغيرش يعني ما يصفرش. تمام. بعدين احط الجرجير. حلوة بقى ان انتوا تنوعوا في السلطة، ومش كله خس، نحط جرجير، نحط زعتر فريش، نحط نعناع، ننوع كده. احط بس كام بصلة كده من فوق شكلا يعني الناس برضو تبقى عارفة ان في بصل في هذه السلطة ما يبقاش مستخبي. اول لما البنجر يستوي حوريلكوا هنعمل ايه. بقى دي البنجر كده استوى بعد مثلا 35 دقيقة. بص انا محطتش مية كتير فعشان كده هو شرب كل المية، في حالة ان في مية هتصفوه خلاص. انا بقى هحط ايه على البنجر ده؟ هعصر نص ليمونه. حلو ان احنا نتبل كل مرحله علشان السلطه تبقى تيستي وطعمها جميل. ملح وزيت زيتون. خلاص هقلب ده، هسيبه بس يهدى شويه وبعدين هضيفه على السلطه دي. ما ينفعش طبعا نحط بنجر مولع على السلطه، بس هو كده لوحده برده هيبقى طعمه تحفه. دلوقتي بعد لما البنجر برد هحط عليه على السلطه كده، وبعدين ساعة الاكل بس نقلبها بقى الدريسنج اللي موجود تحت وكل حاجه. وادي السلطه الخطيره جهزت. ايه رايكم؟ لو عجباكم بقى بليز ليف ا كومنت ولايك سبسكرايب تو ماي شانل، وانا هوريكم حاجات تانية خطيره. شكرا جزيلا على المتابعه. ادي السلطه خلصت، يا رب تكون عجبتكم. شكرا جزيلا، باي.